بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بحضراتكم طلاب الفرقة الرابعة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، تخصص فرع إدارة عامة ومقرر الإدارة الاستراتيجية للفصل الدراسي الثاني العام الجامعي 19-20. معكم دكتور ممدوح إسماعيل أستاذ المقرر. انتهينا المرة الماضية في محاضرة 16-3-2020 في موضوع الاستراتيجيات وكيفية تحديدها وتحديد المواقف الاستراتيجية للمنظمات المختلفة، وانتهينا من أشهر هذه النماذج التي تستخدم لمعرفة السمت العام للمنظمة أو الموقف الخاص بها، وهو مصفوفة تقييم الداخلي والخارجي بالشرح على أمثلة من الجامعات المختلفة. وبطبيعة الحال ما ينطبق على الجامعات ينطبق على أي منظمة بنفس الآلية والخطوات التي تم شرحها في المحاضرة السابقة. بعد تحديد الاستراتيجيات كما هو واضح من الشكل، يتواكب مع ذلك وضع السياسات والقرارات والقواعد التي سبق شرحها في المحاضرات كنوع من استكمال الصياغة، ثم تبدأ مرحلة التنفيذ والتطبيق. وفي هذا السياق تكون البداية بترجمة الاستراتيجيات التي تم تحديدها في أهداف تنفيذية. وحينما نقرر بأن الأهداف تنفيذية، نحن نتحدث عن نوعين من الأهداف التنفيذية، إما أهداف نسميها تكتيكية أي توضع لأكثر من سنة وأقل من 5 سنوات، أو أهداف تشغيلية سنة فأقل. ثم يلي تحديد الأهداف التنفيذية بشكليها ترجمة هذه الأهداف في برامج ومشروعات ووضع الموازنات المختلفة لها ومنظومة الإجراءات التي سوف يتم اتباعها أثناء التنفيذ تمهيدا لعملية المتابعة والتقييم اللي هي المرحلة الأخيرة من مراحل الإدارة الاستراتيجية. وهكذا نبدأ في المرحلة الثانية وهي تنفيذ الاستراتيجية أو تطبيق الاستراتيجية، ونقطة البداية الحقيقية فيها هي وضع الأهداف التنفيذية تشغيلية كانت أم تكتيكية، والتي تأتي بعد صياغة الاستراتيجيات. إذن الأهداف الاستراتيجية يخرج منها استراتيجيات وهي أساليب تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ثم إن الاستراتيجيات يخرج منها أهداف تنفيذية تشغيلية كانت أم تكتيكية. وزي ما اتفقنا صياغة الأهداف التنفيذية هي الخطوة الأولى في التنفيذ أو التطبيق، وصياغة الأهداف التنفيذية تأخذ شكلين، إما تكتيكية أو تشغيلية. صياغة الهدف الجيد التنفيذي نفس الشروط التي سبق شرحها في الأهداف الاستراتيجية سمارت، الهدف الجيد هو الذي يكون محددا وبسيطا ولا يتضمن أهدافا متعددة، وإذا كانت هناك أهداف متعددة يتم تفكيكها في عدة أهداف تنفيذية فرعية. الشرط الثاني أن يكون الهدف التنفيذي قابلا للقياس، قابلا للقياس. وكلمة قابل للقياس كما ذكرنا ليس شرطا أن تحمل رقما أو كما، ولكن الضابط الحقيقي للقابلية للقياس هو أن تستطيع تقديم الدليل الذي يثبت هذا الأمر، لأن ذكرنا سابقا أن المبدأ الذهبي في الإدارة هو أن ما يسهل قياسه
يسهل إنجازه، يسهل تقييمه، يسهل المساءلة عليه، وأخيرا يسهل تقديم الدليل. تقديم الدليل دي مسألة في غاية الأهمية. الشرط الثالث، القابلية للتحقق والتطبيق، توفير الموارد اللازمة. الشرط الرابع، الواقعية ألا يكون خياليا مهما وفرت موارد. وده الفارق بين القابلية للتحقق والواقعية. قابلية للتحقق استيفاء الموارد حتى يكون الهدف قابلا للتطبيق، أما الواقعية حتى لو توفرت الموارد يجب ألا يكون الهدف خياليا لا يصلح معه أي موارد. ثم الشرط الخامس، أن يكون له إطار زمني، ودي مسألة مهمة جدا في الحكم على الهدف بالواقعية من عدمها. يلي وضع الأهداف التنفيذية بالشروط الخمسة المذكورة ترجمة الأهداف في برامج ومشروعات، وهي الخطوة رقم 2 في المرحلة رقم 2 المتعلقة بالتنفيذ أو التطبيق. وهكذا تتكامل الخطوات، وهذه هي فلسفة الاستراتيجية، بوصلة يتوجه الجميع نحوها، رؤية، رسالة، أهداف استراتيجية عامة، استراتيجيات، أهداف تنفيذية، برامج، مشروعات. هذه دائرة متكاملة تعني أن الجميع تروس في العجلة، وأن الأمر منضبط، والجميع يعرف متغياه ويعرف ما تستهدفه المنظمة مهما كان الدور الذي يقوم به منسوب المنظمة. إذن مرحلة البرامج والمشروعات هي المرحلة التالية لصياغة الأهداف التنفيذية، وبالتالي يكون من المهم ترجمة البرامج ذاتها في مشروعات، ووضع خطة لكل مشروع، والبدء في التنفيذ، ومتابعة المشاريع ذاتها وتقييمها. هي أيضا دورة حياة المشروع. لكن ما الفارق بين البرنامج والمشروع؟ هذا سؤال مهم. البرنامج مجموعة من المشاريع المتناسقة فيما بينها والتي تهدف إلى تحقيق أهداف محددة. زي ما اتفقنا، الأهداف التنفيذية تترجم في برامج. المشروع مجموعة من المهام والأنشطة الرئيسة والفرعية التي تتكامل معا لتقديم منتج أو خدمة معينة. إذن البرنامج يضم مجموعة من المشروعات المتناسقة. على سبيل المثال، برنامج رعاية صحية يتضمن مشروعات متناسقة تؤدي ذات الغرض. مشروع لبناء مستشفى، مشروع لتدريب الممرضات، استراحة للأطباء، معمل تحاليل، مركز أشعة، إلى آخره. يبقى كل من هذه الأمثلة التي ذكرتها هي مشروعات تنتظم في برنامج يحمل اسم رعاية صحية، ومن هنا جاءت المشروعات في ذات السياق. وضح مدى دقة العبارة التالية مع التعليل. تترادف البرامج والمشروعات، العبارة غير دقيقة. نمط من الأسئلة التي اعتدنا عليها، العبارة غير دقيقة. هناك فارق بين البرنامج والمشروع. البرنامج إطار تنظيم تنسيقي يضم داخله عدة مشروعات. كل مشروع بقى هو مجموعة أنشطة ومهام تحقق نتائج محددة.
تتكامل المشروعات لتحقق هدف البرنامج، يبقى البرنامج أعم من المشروع. النقطة الثانية ومحك المقارنة الثاني في التفرقة بين البرنامج والمشروع، أن مدير البرنامج ينسق بين مدراء المشاريع المختلفة لضمان نجاح البرنامج، بينما مدير المشروع تنحصر مسؤولياته في نجاح المشروع فقط. إذن لو أخفق مشروع من المشروعات يسأل المدير عن هذا، عن مشروع فقط الخاص به، أما المدير البرنامج فهو يسأل عن كل المشروعات في حالة التقصير، كما أنه يكافئ على كل المشروعات في حالة الإجابة. إذن البرنامج يتكون من عدة مشاريع، والمشروع يتكون من عدة نشاطات. ده محك التفريق الثالث. من أمثلة البرامج زي ما ذكرنا منذ قليل برنامج رعاية صحية، ومن أمثلة المشروعات كل المشروعات الفرعية اللي احنا ذكرناها داخل الرعاية الصحية، تدريب أطباء إلى آخره. مرة تانية وثالثة، التكامل بين الرؤية والرسالة والأهداف والاستراتيجيات ثم الأهداف التنفيذية، بداية هذا الشكل اللي أمام حضراتكم، والبرامج المدرجة داخل هذه الأهداف، والمشروعات المدرجة داخل كل برنامج، والنشاطات التي يتكون منها كل مشروع، هي حلقة متكاملة. ومن هنا هي منظمة. كلمة منظمة معناها ايه؟ معناها ان الجميع ينتظم لتحقيق الغايات. ثم ننطلق الى المشروع، النواة بقى الاولى في هذه الدورة. مشروع، ماذا يقصد بإدارة المشروع؟ إدارة. إذن المشروع في هذه الحالة هو أيضا منظم، وبالتالي تكون الإدارة هي الخماسية التي أكدنا عليها مرارا وتكرارا: موارد بشرية وعمليات وظائف وأهداف وإطار بيئي داخلي وخارجي ومنظم اللي هي في المشروع. يبقى توجيه الموارد البشرية داخل المشروع باستخدام عدد من العمليات لتحقيق أهداف معينة بكفاءة وفعالية في إطار بيئة داخلية وخارجية مؤثرة. نحن نتحدث إذن عن إدارة بكل المفردات التي تم شرحها كثيرا منذ بداية حتى دراستك الإدارة في الفرقة الأولى مبادئ الإدارة. المشروع عادة ما يبدأ بما يعرف بدراسة الجدوى. دراسة الجدوى وهو فرع كبير في إدارة المشروعات. طبعا لن ندرسه بالتفصيل لأن له مقررات بذاته، ولكن لابد أن نشير إليه عند الحديث عن المشروعات التي تتكون منها البرامج، التي تحقق الأهداف التنفيذية، التي تحقق الاستراتيجيات المحددة، التي تحقق الأهداف الاستراتيجية، التي تحقق رسالة المنظمة، والتي تحقق الرؤية العامة للمنظمة. جدوى البند واحد في هذا الموضوع، تعريف: دراسة يقوم بها صاحب المشروع الجديد، سواء هو نفسه إذا كان متمكنا في هذا الأمر أو من خلال خبراء واستشاريين مختلفين. يبقى دراسة يقوم بها صاحب المشروع الجديد لتحديد إمكانية تطبيق المشروع نجاح. قد نستغرق وقت في إعداد هذه الدراسة، قد نتكلف ماليا، قد تكلف في الجهد والوقت إلى آخره، ولكن سيكون القرار النهائي مبنيا على دراسة علمية، وبالتالي ما تم إنفاقه في البداية سيعود
بعوائد أضعاف مضاعفة لو لم نتوفر على مثل هذه الدراسة. يبقى مرة أخرى، هي دراسة يقوم بها صاحب مشروع الجديد لتحديد إمكانية تطبيق المشروع ونجاحه، وتتضمن توضيحا للتكلفة والعائد، ليس فقط العائد المادي ولكن عائد اجتماعي، عائد اقتصادي، عائد بيئي إلى آخره، كل عوائد المعنوية المختلفة. الدراسة المسماة بدراسة جدوى مهمة، نعم، حيث تحدد هل المشروع المتغير تدشينه مفيد أم لا. إذا كانت الإجابة بنعم، المضي قدما والبدء في المشروع على الفور. أما إذا كانت الإجابة بلا، فيرفض المشروع، يرفض المشروع. ومن هنا دراسة الجدوى مهمة جدا، مهما استغرقت من وقت وتكلفة فإنها بتوفر ذلك وتضاعف العوائد في النهاية. مراحل دراسة الجدوى: فكرة المشروع، الفكرة، ثم الدراسة التفصيلية، ثم التقرير النهائي. الفكرة الخطوة الأولى في دراسة الجدوى، هي الشرارة الأولى للمشروع، والدراسة الجيدة للفكرة تؤدي إلى مشروعات ناجحة. من أمثلة المشروعات مثلا إقامة مركز لتقديم خدمات الحاسب الآلي كبيع الإكسسوارات وعمل الصيانة الأجهزة إلى آخره. الخطوة الثانية، الدراسة التفصيلية للمشروع محل الإنشاء. في هذا السياق ليس كما هو شائع أن دراسة الجدوى مالية فقط، هناك دراسة فنية وسنعرف معناها، هناك دراسة للسوق، هناك دراسة إدارية تنظيمية، ثم طبعا هناك الدراسة المالية يقينا، لكنها واحدة من الدراسات وليست كل دراسة الجدوى دراسة مالية. الدراسة الاجتماعية والقانونية والبيئية، المسألة ليست بهذه البساطة التي يتصورها البعض. دراسة الجدوى مسألة مهمة جدا من كل هذه المنظورات. الدراسة الفنية، الأراضي، المباني، الآلات، المعدات، القوى العاملة، المواد الخام، وسائل النقل، ما هو نتيجة فحص كل هذه العناصر؟ دراسة واختيار موقع المشروع، احتياجات المشروع من الآلات والمواد الخام والمستلزمات والقوى العاملة إلى آخره، الطاقة الإنتاجية واختيار الحجم الملائم، أبدأ صغير أم أبدأ كبير إلى آخره. فعلى سبيل المثال، في دراسة فنية لإحدى المشروعات بنحدد العناصر التالية: المكان متوافر ولا لا، هل إيجار ولا تمليك، مساحة كم متر مربع، إذا كان المكان تمليك قيمة الأرض، قيمة المباني، المقدم، الأقساط السنوية، الإيجار السنوي. لابد أن يكون كل هذه العناصر محسوبة. الآلات والمعدات، عدد الآلات المطلوبة، قيمتها، ترجمة هذه العناصر في رقم، احتياجات الموارد البشرية، عمالة ماهرة، العدد في تكلفة الفرد في الإجمالي، عمالة عادية، العدد في تكلفة الفرد في الإجمالي، عمالة ماهرة مؤقتة، العدد في تكلفة الفرد في الإجمالي، عمالة عادية مؤقتة، العدد في تكلفة الفرد في الإجمالي، ثم تكلفة الإجمالية لكل هذه الموارد البشرية. دراسة أيضا تدخل في البعد الفني.
يبقى الآلات والمعدات، الموقع، القوى العاملة، المواد الخام، المرافق، كل هذه مدخلات للمشروع تدرس وتترجم في أرقام. في الدراسة التفصيلية أيضا، دراسة رقم 2، دراسة السوق. هل المنتج محل المشروع سوف يتم تسويقه؟ السوق يتحمل توصيف السوق، العرض والطلب الحالي، المنافسة ومستوى الأسعار، العرض والطلب في المستقبل، أساليب البيع والتوزيع. ما هي قنوات التسويق المقترحة للمنتج؟ ما هي إجمالي المنتجات السنوية حتى أقارن العوائد بالتكلفات؟ في الدراسة التفصيلية أيضا، طبعا دراسة الجدوى كلها أعمال مستقبلية، يبقى كل هذا هو دراسة توقعات، ولكنها دراسة علمية مبنية بأساليب علمية. في الدراسة التفصيلية البند 3، دراسة الإدارية والتنظيمية، تحديد المستويات الإدارية، من سوف يشرف على من، خطوط السلطة والمسؤولية، السلطات الاستشارية والتنفيذية والوظيفية، مبادئ التنظيم اللي تم دراستها في الفصل الدراسي الأول في الفرقة الرابعة. وهناك أمثلة كثيرة على هياكل المشروعات، سواء الهيكل التقليدي، الرئيس ثم المدير العام ثم الإدارة ثم القسم، أو كما في التنظيم الحكومي قطاعات وإدارات مركزية وإدارات عامة وإدارات وأقسام إلى آخره. يلي ذلك في الدراسة التفصيلية الدراسة المالية، وهي أشهر أنواع الدراسات، وإن كانت لا تمثل كما اتفقنا كل دراسة جدوى. تتضمن الدراسة المالية حساب تكاليف المشروع، تكاليف ثابتة، الرواتب، إيجار المحلات، تأمينات العمال إلى آخره. تكاليف متغيرة، المواد الخام، أجور الصيانة، المواصلات، مصروفات الكهرباء والمية إلى آخره. ده الجناح الأول في الدراسة المالية. وطبعا كما اتفقنا المتوقع أن أدفعه. ويكون الجناح الثاني إيرادات المشروع، الكمية التي يمكن بيعها من خلال المشروع، السعر النهائي، ثم أقارن التكاليف بالعوائد. ويكون لدي أبعاد استراتيجية، فقد لا أحقق مكسبا في المدى القصير، فلا تكون نتيجة أن أصرف الذهن عن المشروع بالكلية، ولكن قد أحقق مكسبا وعائدا في المدى المتوسط أو المدى البعيد. فلابد أن تكون الرؤية متكاملة. مثال لفكرة الإيرادات في المشروع، محل المثال حاسب الآلي، منتج تجميع اللوحات، كروت، وحدات تخزين إلى آخره، و إجمالي البيع الشهري والإيرادات والرقم، وقارنه بالتكاليف وإجماليات بالإجماليات، وأحدد هل الأمر يستدعي الاستمرار والمضي قدما في المشروع أم نتوقف. وهذه هي القيمة الحقيقية لدراسة الجدوى. وبالتالي مقارنة التكاليف بالإيرادات والعوائد هي مسألة مهمة، شريطة كما ذكرنا أن تكون الدراسة
للعوائد وللتكاليف، ليست فقط البعد المالي، العوائد الاجتماعية والعوائد البيئية إلى آخره، وكذلك التكاليف من هذا المنظور الشامل. هذه تفصيلات لحساب التكاليف. نتابع الدراسة التفصيلية ويأتي الأمر للتحليل الاجتماعي والقانوني والبيئي للمشروع، وهذا يتضمن عدة عناصر. التحليل الاجتماعي ده أثر المتوقع للمشروع على المجتمع. كما ذكرنا ليست الفكرة في أرقام مالية فقط، البعد المالي مهم، هذا أمر خارج النقاش، ولكن لابد من الدراسة الشاملة. ما هو الأثر المتوقع للمشروع على المجتمع؟ ربما يعالج مشكلة البطالة، ربما يساهم في تشغيل نسبة من الخريجين. أيضا التحليل القانوني للمشروع، هل توجد موانع قانونية حول فكرة المشروع؟ مثلا هل نتصدى لبناء مصنع لتدوير المخلفات داخل أحياء السكنية؟ في حظر لهذا، إذن يصرف الذهن عن هذا المشروع. التحليل البيئي، دراسة الأثر البيئي للمشروع، هل المشروع صديق للبيئة؟ هل معدلات التلوث مسموح بها؟ إلى آخره. بعد الدراسة التفصيلية بما فيها من دراسات فرعية للسوق وللمجتمع واقتصاديا وماليا إلى آخره، تأتي الخطوة الأخيرة وهي التقرير النهائي ليكون الحكم بجدوى أو عدم جدوى المشروع وتفصيلات الدراسة بالكامل، مع التوصية بتنفيذ أو عدم تنفيذ المشروع. ونكرر أن دراسة الجدوى قد يقوم بها صاحب المشروع نفسه إذا كان متمكنا من الأمر، أو يستعين باستشاري أو شركة إلى آخره، وحتى لو تكلف وقتا وجهدا ومالا، لكن النتيجة النهائية بتكون يقينا تعوض هذا الإنفاق، تعوض هذا الإنفاق. إذا كانت النتيجة بدراسة الجدوى إيجابية وبالمضوء قدما في المشروع، بيلي ذلك تصميم الخطة التنفيذية، تصميم خطة تنفيذية للمشروع، حيث اتخذ القرار بأن المشروع صالح وأن المشروع يجب المضي فيه. نصمم خطة تنفيذية لكل مشروع. الخطة التنفيذية تتضمن الإجابة على عدة أسئلة: ماذا؟ ونعني بها ما هي الأنشطة والمهام المطلوبة في هذا المشروع؟ من؟ نعني بها تحديد المسؤوليات والقائمين بالتنفيذ. متى كل نشاط محدد متى يتم؟ أين مكان التنفيذ وأسلوب التنفيذ؟ والسؤال كيف؟ من خلال لجنة، من خلال فرق عمل، من خلال تعاقد إلى آخره. التكاليف اللازمة، الموازنة التقديرية، وأخيرا نتائج المتوقعة والعوائد من كل نشاط. طبعا هناك عدة أشكال للخطط التنفيذية للمشروعات، فمن هذه الأشكال الجدول اللي أمام حضراتكم، الهدف والبرنامج والمشروع، والمشروع الخطة التنفيذية الخاصة به، الخانة الأولى بتبقى المهام والأنشطة، ثم كل مهمة توقيت الزمن الخاص بها، ومن هو مسؤول التنفيذ وأسلوب التنفيذ، ثم الموازنة، وأخيرا المؤشرات والنتائج المتوقعة. مثال لخطة تنفيذية لمدينة القاهرة، الهدف تحسين الأوضاع الصحية لنسبة 10% من سكان القاهرة بحلول 2023،
البرنامج الرعاية الصحية، المشروع إنشاء مستشفى متكامل في مدينة القاهرة بحلول 2021، ثم الخطة التنفيذية للمشروع، الخانة الأولى المهام والأنشطة، تخصيص الأرض، الطرح، الترسية، البناء، تجهيزات، ثم الموارد البشرية. التوقيت الزمني لكل نشاط بحيث يكون آخر نشاط هو بداية التشغيل وبداية 2021، ثم الخانة الثالثة مسؤول التنفيذ وأسلوب التنفيذ والموارد المالية التي سوف يتم إنفاقها على هذا المشروع والنتائج المتوقعة من كل نشاط. مثال آخر لخطة تنفيذية لمدينة اسكندرية، تدريب 3% من الشباب في مدينة الإسكندرية في فترة من 2020-2021، أيضا المهام والأنشطة، إحصاء الأعداد، حملات توعية للاتصال بالشباب، تسجيل الشباب والأنشطة التدريبية وتقييم البرنامج، ثم الأعمدة التالية، التوقيت الزمني ومسؤول التنفيذ وأسلوب التنفيذ والإنفاق والنتائج المتوقعة. قد يكون هناك تفصيل للبرنامج الزمني في مصفوفة بذاتها، لأنه بعض الأنشطة سوف تسير بالتوازي، لن ينتهي النشاط ويبدأ النشاط التالي في كل الحالات لازما، فقد تتماشى الأنشطة معا، بمعنى في الشكل المحدد تخصيص الأرض لا يجب أن ينتظر تنتظر الأنشطة الأخرى هذا النشاط، وبالتالي تخصيص الأرض الشهر الأول والتاني، الطرح الشهر الثالث معه البدء في تعيين أو في مقابلة الموارد البشرية، ففي نشاطين يسيران بالتوازي. الشهر الرابع ترسية مع موارد بشرية، برضو نشاطين بالتوازي. الخامس والسادس والسابع والثامن البناء، السابع والثامن تجهيزات ماشية مع البناء، والتاسع التجهيزات مستمرة، وهكذا. وبالتالي من مهارة التخطيط المشروعات كيف تحدد الأنشطة التي تسير معا والأنشطة التي يجب أن تنتظر حتى يكتمل النشاط بعينه. وبالتالي التفصيلات الزمنية بتساعد في اتخاذ القرار، خصوصا في المشروعات الحكومية، لأن المشروعات الحكومية بتقدم إلى وزارة التخطيط للموافقة عليها، فأحد معايير الموافقة أن الخطة التنفيذية للمشروع تم تصميمها بشكل احترافي، ومن ضمن الاحترافية تحديد الأنشطة المتوازية والأنشطة المتتابعة بالضرورة. نختتم هذا الجزء بنقطة مهمة جدا، وهي هل المشروعات التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة، بما أننا في إدارة عامة، هل كلها يتم الموافقة عليها من قبل الوزارة المختصة ووزارة التخطيط؟ الإجابة لا، هناك معايير للحكم على المشروعات المقدمة من الجهات المختلفة، هناك معايير حتى نقبل المشروع بأريحية. من ضمن هذه المعايير أن مشروعات الإحلال والتجديد والتطوير مقدمة على مشروعات الإنشاء. لماذا؟ والله المشروع الإحلال ده أن الأرض موجودة وأن موارد موجودة، ولكن هناك تعطيل في أمور ربما تكون بسيطة، أجهزة إلى آخره، بالتالي مشروع لن يحمل الموازنة كثيرا ويمثل عدم المضي قدما فيه إهدار لموارد موجودة بالفعل. فمشروعات الإحلال والتجديد مقدمة على مشروعات الإنشاء إذا تعارضت. طبعا مفترض أن كل المشروعات نظريا لها فائدة ولها عائد، ولكن إذا لا إذا كان لابد مما لابد منه وهو اختيار، فتكون مشروعات الإحلال والتجديد والتطوير مقدمة على مشروعات الإنشاء. المعيار الثاني، المشروعات التي تتضمن شراكة مجتمعية بها مشاركة للحكومة مع القطاع الخاص مع المنظمات غير الحكومية مقدمة على غيرها، تحقق ما يمكن تسميته بالحوكمة،
الشراكة الثلاثية بين هذه القطاعات مسألة في غاية الأهمية، وهو توجه عام واتجاه عالمي، ويحمل تخفيف لأعباء الحكومة إلى آخره. المعيار الثالث أن نتائج المشروع من مخرجات وعوائد وآثار، وسنأخذ التفرقة بينهما في موضوع المتابعة والتقييم، نتائج المشروع الكبيرة مقدمة على مشروع نتائجه محدودة. مشروع سوف يفيد محافظات ثلاثة في إقليم واحد، مقدم إذا تعارض مع مشروع سيفيد قرية واحدة. إذا كانت الإمكانية تسمح بكلا النوعين أهلا وسهلا، ولكن إذا لم يكن هناك بد من الاختيار فالمشروع الذي عوائده أكبر سيكون مفضلا. المعيار الرابع، مدى توافق المشروعات مع أولويات وتوجهات الدولة، السياسة العامة للدولة. المشروعات البيئية هي أولوية، تمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمرأة المعيلة، تشغيل الشباب، كل هذه هي أولويات وتوجهات للدولة. فالمشروعات التي تسير في هذا المسار مرحب بها وتحمل درجة عالية من القبول. المعيار التالي، كفاءة التمويل وتنوعه بما لا يحمل الموازنة العامة للدولة كثير. هناك موارد ذاتية، قطاع خاص، جمعية أهلية إلى آخره، منح خارجية في إطار طبعا القواعد القانونية المعمول بها. كل هذا كلما ابتعدنا عن الموازنة العامة للدولة في خطط تنفيذية المشروعات كلما كان ذلك مرحبا به. المعيار التالي، تكامل وترابط الأنشطة ودقة بناء كل أعمدة الخطة التنفيذية. ده الشغل الاحترافي، كيف انتظمت أعمدة الخطة التنفيذية، كيف انتظمت الأجندة الزمنية، وده معيار تالي. المخاطر المتوقعة محدودة، هناك تحديد لكيفية إدارة هذه المخاطر، هناك خطة طوارئ. هذه أهم معايير تفضيل المشروعات، لأنه كثير من الجهات التي ترسل مسودات مشروعاتها إلى وزارة التخطيط تتساءل لماذا تم رفض مشروعات دون أخرى. ده تبقى مسألة مهمة حتى تقبل المشروعات بكل أريحية. إذن في هذه المحاضرة تتبعنا استمرارية عملية الإدارة الاستراتيجية، بدءا من وضع الأهداف التنفيذية كما اتفقنا، سواء كانت تكتيكية أو تشغيلية، وهذه الأهداف التنفيذية بيتم صياغتها حتى تنفذ الاستراتيجيات. يلي صياغة الأهداف التنفيذية ترجمة الأهداف في برامج ومشروعات بدورة متكاملة بخطوات محددة بدقة. وعرجنا بإيجاز على دورة حياة المشروع بدءا بالفكرة، ثم بدراسة الجدوى التفصيلية، ثم بالقرار النهائي وعمل الخطة التنفيذية بالأعمدة المحددة وبالمسار المتعارف عليه في إعداد المشروعات. و يعني بذلك نكون انتهينا من الجزء المتعلق بإدارة المشروعات كخطوة رئيسية في مرحلة تنفيذ الاستراتيجية. أشكر حضراتكم، وإلى لقاء في محاضرة تالية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.